صناعة بعد ذلك يذكر المصنف بعض الأوصاف التي ينبغي أن تعتبر في المخطوبة هذا الذي يقول ودينية ونسيبة وجميلة وبعيدة وبكر وولود أو لا. فإذا ذكر في المتن ستة أوصاف، كونها دينية يعني دينها، ثم نسبها، ثم جمالها، ثم بعدها عنه يعني قرابتها، كذلك بكارتها وولادتها الكثيرة، وهذه الأوصاف معتبرة في المرأة بطريق الأولاد. ودينية أي نكاح المرأة الدينية التي وجدت فيها صفات العدالة. فإذا أراد بالدينية دينية لدينة هكذا، دينة يعني متدينة ملتزمة بأمور الدين، معناه يعتبر هناك صفات العدالة، يعني صفات العدالة يعني كونها غير فاسدة، يعني أن لا ترتكب كبيرة ولا تصر على صغيرة هكذا، أو يعني لو أصرت على صغيرة فحسناتها كثيرة هكذا، غالبة على سيئاتها هكذا، هذا هي الدينة والعدالة، أولى من نكاح الفاسقة ولو بغير نحو الزنا، يعني لواط زنا سحاق هذا للخبر المتفق عليه، فاظفر بذات الدين. الحديث ورد تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا دينة، ثم ذكر هذه الأمور في المرأة، دينة نسيبة جميلة بعيدة بكر ولود، وهذه الأوصاف معتبرة في الخاطب أيضا. فإذا ولي المرأة، المرأة تفتش هكذا رجلا دينا، تبحث رجلا دينا يعني عدلا، نسيبا جميلا بعيدا بالقرابة، كذلك بكرا أيضا ولودا هكذا، من ذلك الجانب أيضا أولى. ونسيبة أي معرفة معروفة الأصل وطيبته، نسيبة معناه معروفة الأصل، فهذه المرأة من أبوها وجدها يعني هكذا كل معنى طيبة النسب لنسبتها، كيف يكون نسبها طيبة، هذا الذي يقول لنسبتها إلى العلماء والصلحاء، فإذا هي من بنات العلم، إما أبوها جدها هكذا يعني هم من العلماء والصلحاء، أو ليسوا علماء بل هم صلحاء، يعني قليل العلم مع ذلك هم يتورعون في أمور دينهم هكذا. نعم، هذا طيب النسب أولى من غيرها، لخبري تحيروا لنطفكم ولا تضعوها بغير الأكفاء، هكذا ورد حديث تخيروا يعني اختاروا الخير لنطفكم ولا تضعوها بغير الأكفاء، أكفاء جمع كفوي. ثم بعدهم السلام، تكره بنت الزنا والفاسق، وتكره بنت الزنا والفاسق، لماذا بنت الزنا ممكن هو يعار بها لدناءة أصلها، فإذا هي تكون معيبة بين الناس بنت الزنا، كذلك بنت الفاسق أيضا مكروهة، لو لم يكن فاسقا ولا يعني زانيا لا يكره، بل يعني نسيبة أولى. ثم وجميلة أولى لخبر خير النساء من تسرك إذا نظرت، من تسرك أو من تسر فقط بالكاف أو بدون الكاف في الكتاب، كيف عندك بدون الكاف هكذا، بدون الكاف نسخة الكتاب، لكن في الحديث لفظ الحديث هكذا تسرك، لا بس، فإذا يبقى نسخة الفتح من هكذا من تسرك إذا نظرت، يعني أنت تنظر إليه فهذه النظرة تكون سرورا لك فرحا لك، وهذا بكونها جميلة. نعم. ثم وقرابة بعيدة، كيف تكون قرابة ممن في نسبه، بعيد قرابة بعيدة أنه
ممن في نسبه، فإذا هو يتزوج امرأة من نسبها، من نسبه، من نسبه، هو أولى. أولى ممن؟ أولى من الأجنبية أو من القرابة القريبة؟ أولى من القرابة القريبة. فإذا هنا القرابة يعني تقسم إلى قسمين، قرابة قريبة وبعيد. بالنسبة إلى مرأة القرابة القريبة الأولى البعيدة، أمر الأجنبية سيأتي. ثم وأجنبية، من قرابة قريبة وأجنبية. ثم من هو الأولى منهما، من القرابة القريبة والأجنبية؟ الأجنبية أولى كما سيأتي. نعم. فإذا نقول هو ينظر امرأة في قرابته لكن ينظر بعيدة، لو لم يجد هكذا بعيدة هو ينظر أجنبية، وإلا هو يتزوج في قرابته القريبة، هكذا ترتيب. نعم. وفي قرابة بعيدة عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية. لماذا هذا؟ لضعف الشهوة في القريبة، لو كانت قريبة تكون الشهوة ضعيفة فيها. نعم. ولا يشتهي إليها كما يشتهي إلى البعيدة أو الأجنبية، فيجيء الولد نحيفا، يكون الولد هذا نحيف أو يكون فيه عيب آخر في بعض أعضائه هذا. ثم والقريبة من هي في أول درجات العمومة والخقولة، هذا بيان للقريبة، قريبة من هي في أول درجات العمومة والخقولة. فإذا بنت العم والعمة، هذا هو أول درجات العمومة، كذلك بنت الخال والخالة، هذا هو أول درجات الخقولة، بنت الخال والخالة، بنت العم والعمة. أما بنت البنت هي بعيدة، بنت بنت العم أو بنت بنت العمة، بنت بنت الخال، بنت بنت الخالة، أو بنت 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 لا بنت ابن العم، يعني بنت بنت العم ممكن لا يكون في نسبه بل يكون في نسب آخر، هي ممكن تكون أجنبية. لذلك بنت ابن الابن، بنت ابن العم، بنت ابن العم، وكذلك بنت ابن الخال، بنت ابن الخالة، فهذا هو بعيد. والأجنبية أولى من القرابة القريبة، فإذا أولا قرابة بعيدة ومن الأجنبية ومن القرابة القريبة. ثم ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنه مع أنها بنت عمته، لأنه تزوجها بيانا للجواز. فإذا لو كان أولى لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأولى، يعني من جانب آخر كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم واجبا. لماذا؟ هذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أمور التبليغ، والتبليغ واجب. نعم. هذا كان من أمور التبليغ، والتبليغ واجب. فإذا ليس بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص أمر زينب ما كان أولى، بل ما كان تركه نكاحها أولى. زينب أنها بنت عمته، هي كانت يعني بنت زينب ابنة أميمة بنت عبد المطلب، بنت أميمة بنت عبد المطلب، أميمة عمته، هكذا كان، لأنه تزوجها بيانا للجواز، بيان لجواز أي شيء، ليس بيان جواز تزوج بنت عمتي، هذا معلوم، يعني هذا ثبت في القرآن. هذا نص في القرآن، جواز نكاحها نص في القرآن، ثبت في القرآن. فإذا وهنا كان بيان جواز يعني زوجة المتبنى، هذا يعني قصة مشهورة في أمر زينب. أولا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد رضي الله عنه، ثم يعني وقع بينهما شيء، عندئذ هو فارقها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان بيانا للجواز. هذا بيانا للجواز يكفي به القول، لكن هو لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفعل في هذه المسألة. لماذا؟ لشدة رسوخ إنكار هذا الأمر في قلوب العرب، في قلوب العرب كان هذا الأمر منكر، ليس منكرا بسيطا بل هذا كان منكرا شديدا، إنكاره كان راسخا في قلوبهم. لأجل ذلك يعني كوفئ
ببيان الجواز بالفعل، لذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالتزوج علي فاطمة رضي الله عنها، يعني ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي وبتزوج علي فاطمة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنها بعيدة، إذ هي بنت ابن عمه، على بنت عمه، فاطمة بنت ابن عمه، ابن عم علي، هذا ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا فاطمة بنت ابن عمه هي بعيدة، فإذا كان نكاح علي فاطمة على باعتبار الأولى. نعم، ثم وبكر أولى من الطيب للأمر به في الأخبار الصحيحة إلا لعذر. ما هو العذر؟ كالعذر في عالته عن الافتضال، عالته ضعيفة لا يطيق على افتضال البكارة، عندئذ هو يتزوج سيدا، هكذا لو كان له علة فلا بأس. ثم وولود وودود، ولود يعني امرأة كثيرة الولادة، ودود يعني كثرة المحبة للزوج، هكذا على العكس أيضا يعتبر. ثم رجل يعني ينتج كثيرا، وكذلك ويود امرأته عودا كثيرا، وهكذا يعتبر في جانب الرجل. لكن هذان الامران كيف يعلمان؟ هذا يعني النسب والبكارة والبعد في القرابة، وكذلك تدين، كل هذا معلوم من الخارج، اما كثرة الولادة وكثرة الود كيف يعلمان؟ هذا سيبين اولى للامر بهما. ويعرف ذلك، يعرف يعني كونها ولودا ودودا في البكر بأقاربها. نعم، فإذا ينظر في أقارب هذه المرأة كيف هن، يعني أمها، كذلك أخواتها، كذلك خالاتها، عماتها، وبنات عماتها وخالاتها كيف هن، هل هن هكذا كثيرات الولادة، كذلك يعني شديدات المحبة لأزواجهن، هكذا يظن. والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق، يعتبر في المرأة في المخطوبة بعد خصال أخرى، هذا الذي يبين. والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل، وافرة العقل يعني ليس هنا ليس المراد بالعقل يعني هذه الغريزية، بل هنا بمعنى المراد بالعقل يعني العقل العرفي، العقل العرفي يعني وهو الذكاء، يعني هذا قوة الإدراك لو كانت وافرة، هذا الذكاء هو المراد هنا بالعقل، هذا هو العقل العرفي. وحسنة الخلق كذلك بالغة، أيضا كونها بالغة أو لا، وأن لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحته، لو كانت مصلحة مثلا عند هذا الرجل أولاد وهو يريد امرأة عندها تجربة بتربية الأولاد فيتزوج، يعني امرأة ذات أولاد، نعم، سبقت لها تجربة بتربية الأولاد يعني. وأن لا تكون شقراء ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحها، هذا الشقراء، وما معنى شقراء؟ الأشقر من الناس من يعلو بيانه حمرة، ليس يعني خالط البيان الحمرة لا، بل يعني علو البيان الحمرة، يعلو بيانه حمرة، تميله ويتعين تميله بما يشير إليه قوله يعلو، بأن المراد أن الحمرة غلبت البياض وقهرته بحيث يسير كلهب النار الموقدة، لو كان لونها كلهب النار الموقدة، وهذا الذي غلبت الحمرة البياضة وهذا مكروه، لا تكون على هذا اللون، إذ هو هذا هو المذموم بخلاف مجرد تشرب البياض بالحمرة، يعني هذا اختلاط البياض بالحمرة ليس البياض الخالص، فإنه أفضل الألوان في الدنيا لأنه لونه صلى الله عليه وسلم الأصلي، هكذا ذكر في تفسير الشقرة. ثم ذكر في تفسير الشقرة معنى النار قيل بياض ناصع خالص يخالفه نقط في الوجه لونها غير لونه، نعم هكذا ذكر، لكن الراجح غلبت على حمرة على البياض، لا تكون لا يكون لونها ولا طويلة مهزولة، بل يعني متوسطة
في الجسم والطول هكذا، للنهي عن نكاحها، نكاح هذه الثلاثة، يعني نهي نهي تنزيه هكذا ورد النهي. فمحل رهان جميع ما مضى، يعني يعتبر هذه الأمور، لكن وهذا متى يمكن، يعني متى يعتبر؟ ومحل رهان جميع ما مضى حيث لم تتوقف الإفة على غير متصفة بها. الإفة يعني العدالة. فإذا هو وجد امرأة يعني متصفة بالعدالة والإفة، لكن ليست هي هكذا هي شقراء، أو يعني هي طويلة أو مهزولة، أو ليست بوافرة الأقلي، أو ليست بكرا، أو ليست بعيدة بل قريبة، وهكذا يعني ممكن التعارض، عند التعارض يقدم هذه يعني صفة الإفة والعدالة. هذا الذي قال حيث لم تتوقف الإفة على غير متصفة بها، وإلا فهي أولى الإفة. هو يعتبر في الرجل والمرأة نعم. قال شيخنا في شرح المنهاج: ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر انه يقدم الدين مطلقا، ثم بعد ذلك سواء كانت جميله او غير جميله، او يعني نسيبه او غير نسيبه، وهكذا بكرا او طيبا هكذا، ولودا او غير ولود هكذا، يعتبر الدين يقدم. ثم العقل، ثم يعتبر ثانيا العقل، يعني وفره العقل وحسن الخلق، كلاهما بمنزلة معينة. ثم الولادة يعني كثرة الولادة، ثم النسب، ثم البكارة، ثم الجمال، ثم ما المصلحة فيه أظهر بأحسن اجتهاده. وجزم في شرح الإرشاد، شيخنا ابن أجر رحمه الله جزم في شرح الإرشاد، الإرشاد كتاب لابن المقر، بتقديم الولادة على العقل فيما سبق تأخير الولادة عن العقل، لكن في شرح الإرشاد عكس وقدم الولادة على العقل. ثم وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح، والذي سبق يعني اعتبار هذه الاوصاف في المرد في المخطوبه. اما بالنسبه للخاطب فماذا يفعل الولي؟ الولي يعرض موليته بنته واخته هكذا، يعرض على من؟ على ذوي الصلاح، على ذوي الصلاح هكذا يعرض. فاذا هذا ليس مجرد صلاح، بل يعتبر هناك الغيرة من لازم صلاحهم أن يكون لهم غيرة، أن يكون لهم غيرة تحملهم على غاية تصون زوجته وتحفظها من مواقع الريب وإن بعدت جدا. هذا هو المراد، ليس مجرد صلاح، بل هذا لازمه هو المراد. ما هو لازم؟ أن يكون للرجل غيرة. فإذن فوق ما اعتبر في المرأة، يعني كل ما سبق يعتبر في الرجل، وفوق ذلك يعتبر في الرجل أمر آخر، ما هو غيرة هذا الرجل حتى يصون زوجته ويحفظها عن مواقع الريب وإن بعدت هذه المواقع. فإذن يعني هو يجبرها على عدم اختلاطها بالرجال، وكذلك تعرضها للرجال، وهكذا يعني نقرا في كتب الاحاديث ان السلف الصالحين كانوا يسدون سقبات بيوتهم، تنظر زوجته يعني بناته من هذه السقبات الى الاجانب. يمكن يمكن، فاذا سدا لهذا الامكان كانوا يسدون هذه السقبات في جدر بيوتهم، وهذه هي الغيرة نعم، لتحفظهم وتصنعهم. فإذا الرجل يمر زوجته وكذلك بناته بأي شيء؟ بعدم الاختلاط وبعدم التحدث مع الأجانب ولو في الجوال، وهكذا على عدم التواصل، وهذا كله حفظا لها، صونا لها من مواقع الريب. فلا ينبغي العرض عليه، ثم يعني في حاشية فتح الجواب نقرأ: فلا ينبغي العرض عليه بل ولا تزويجه، وإن سأل وإن بلغ في الصلاح والعلم ما بلغ. يعني هذا رجل ليس له هذه الغيرة، بل ليس غيورا على زوجته امرأته. فإذا لا ينبغي العرض عليه، لا ينبغي العرض، يعني عرض موليته على هذا الرجل الذي ليس له هذه الغيرة، لا على الأرض، وكذلك لا ينبغي تزويجه أيضا وإن سأله،
ممكن جاء رجل خاطبا، فإذا ينظر في هذا الرجل هل يوجد فيه هذه الغيرة إلا ليس في جمهوريته. نعم. ثم وإن بلغ في السلاح من العلم ما بلغ، ممكن هذا رجل عالم كبير أو صالح صلاحه تام ومع ذلك ليس له هذه الغيرة. لو كان له صلاح يلزمه هذه الغيرة لكن يتخلف في بعض الرجال والأحيان، فإذا لا يزوج. فإذا ينبغي أن ينظر في العلم والصلاح وفوق ذلك ينظر في هذا الأمر، يعني في الغيرة. لماذا؟ لأن من رضي بمثل هذا رضي لموليته بعار الدهر، إذ الغالب في المرأة إذا لم تؤمن الرجل أشد الغيرة، إذا لم تر من الرجل أشد الغيرة والتحفظ عليها ونهيها عما يوجب ريبة وإن بعدت وضعفت أنها يفضي لها هذا التواني منه إلى عار لا نهاية لقبحه فتفطن لذلك فإنه أهم المهمين. هكذا ذكر في حاشية الفطر، يعني المرأة لو لم تر من زوجها هذا التحفظ وهذه الصيانة وهذه الغيرة بأي شيء بمنعها من مواقع الريبة، يعني من التواصل من المحادثة والمخالطة مع الأجانب، وهكذا يعني حضورها في الأسواق في الولائم والأفراح بدون أي قيد وشرط، هكذا الرجل يتركها، فإذا هو هي تذهب ما تذهب، تسلك ما تسلك، فإذا يؤدي هذا إلى عار لا نهاية لقبحه. لأجل ذلك ينبغي أن يكون الرجل على هذه الصفة، يعني صفة الغيرة، ينبغي أن يمنع زوجتها وبناته وأخواتها اندلاقا من هذه الغيرة من مواقع التهمة ومن مواقع الريبة. هذا هو خلق حسن للرجل، لكن هو عزيز في هذا الزمن لا يوجد. ثم هذا الذي ذكره هذا معنى قوله، يعني عرض موليته على نبي السلام. ثم ويسن ان ينبي بالنكاح، هذا من سنات النكاح، وينبي بالنكاح سنة متى؟ لو كان سنة سبق ان ذكرنا مكان السنة وكذلك حالة الكراهة حالة الإباحة بين، لو كان سنة ينوي به سنة، أو يعني لو كان مباحا أيضا ينوي لكن بطريق آخر، هذا وصون دينه السنة وصون دينه، وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نهر عفة أو ولد صالح. فإذا لو لم يكن سنة له بل هو كراهة مثلا لا يسن له بل مباح، عندئذ ماذا وهو ينمي الطاعة؟ كيف هذا؟ ذكر في الشرواني ويسن أن ينمي إلى آخره، هذا في حق من سن له النكاح، لأن الأعمال المسنونة يسن أن يقصد عند فعل السنة، وقوله وإنما يثاب، هذا في حق من لا يسن له النكاح أو سن لكن وجد فيه صارف. نعم. وهكذا نعم ذكر بعض الشيوخ استدلالا به، يعني قول ابن حجر رحمه الله بالتحفة. نعم. إذن إنما يثبت هذا في رجل آخر، يسن ينوي بالنكاح سنة وصون دينه، ثم إنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من أهل عفة أو ولد صالح. نعم. فإذن هذا رجل ليس بقادر على ما على النفقة والمونة، عندئذ يكره له النكاح، ومع ذلك هو يريد بالنكاح العفة والولد الصالح فيذهب عليه. ثم وأن يكون العقد في المسجد، يكون عقد النكاح في المسجد ويوم الجمعة، يعني يوم الجمعة في الصباح بعيدا عن وقت الجمعة، ليس قريب بل قبله. ثم وأول النهار، لو كان في يوم الجمعة أو في غير الجمعة أو غير يوم الجمعة لولا ماذا أن يكون يسن أن يكون في أول النهار. ثم وفي شوال باعتبار الشهر أن يكون في شهر شوال، وأن يدخل فيه أيضا هذا النكاح والزفاف كلاهما، النكاح والزفاف كلاهما في شهر شوال يسنون. نعم. ثم